تاي داوديال وحا اينو وليكو قدجنا ترتنكا قرآنكا عددكا تيفيغا ترتنكا لي اجيدكي سوا بيشا براكيسان اي ربادان ان لوينيو الهي كتابكيسا حدا وحا سو دوينيا لبا دقمو او كميدا دقموين كمقالة دا هرقيساد ودقمة دا كوبية صدقمي اي دقمة دا إبراهيم كودبور degmada ibraahim kodbur waxa uu tartamayaa ardayga magaciisa leeyda abshir maxamed ibraahim abshir maxamed ibraahim salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh aleekum salaam abshir waa fiican tahay ha halkee uu tartamayaa ibraahim kodbur ibraahim kodbur ibraahim kodbur baad degtay ha halkaas aad ku dhalatay way he chikchiga chikchiga baad ku dhalatay chikchiga yar waa xaafada ibraahim kodbur mise waa jisla chikchiga yar chikchiga yar ma tiitoobiya chikchiga tiitoobiya barta soo roota way degmada ibraahim kodbur inaad ku sii noolaato ma jacaysha ha wa jacaysha ha in aad u tartanto oo guul soo hoysana wa jacaysha ha way abshir rabadaan wanaagsan halkee baad akhriisa arrahman suuratu arrahman way noosida a'uudhu billahi minash shaytanir rajiim بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وهجاج داود هيال كاسوا أبشر أو أترتميا دجمدا إبراهيم كودبور
waxaan soo dhaweynayaa degmada 23 May oo u tartamaya mid kamid ah ardayda dhigta dugsiyada ku yaala xaafada 23 May. Waa Shacbaan Maxamed Axmed. Shacbaan, salaam alaykum. Salaam raxmatullah. Fiican tahay Shacbaan? Ha. Way halkaad ku tartamayso Qur'aanka Kariimka suurada magaceeda noo sheeg deena noobalo. Alaykum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وهذا أرضيك سوحاو ها كوبي صدك بي وحانا هالكاسي وريقو دي كوبا ترتمي لبا دقمو أو كميدا دقموين كما قال دهار جيساد ودقمدا كوبي صدك بي يدقمدا إبراهيم كودبور وهي وحان كسو دويني ناقر صورك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لودي أرضي ترتمي أبشر محمد إبراهيم يا شعبان محمد أحمد فائزكو لبدو ذا وأبشر محمد إبراهيم صاحب محاك هلا ما أنت سانك عقب ارتيم فرح سنين صاحب كورسوين أنباهي ونقبي أيام ويسام يبسدو حرف الضيض الشقو إن عند السان ربي لكن حقيقة الدنيا في أمر يسا سيادة حقبر سحر ماها عالم جاه أمرك كورسوينكم مقالبة مايا مربى أدور العتي هاي تا أنا وحبك هو قبانين سو حالكين مؤقت حقان أمرنا يلعتها عن كل سنين ما هذا بلك سيدنا جمهور لي مهلا بقول بقى بريمير بانك أرادو كسوف ركعت كيف سكورسوين كده بعندك نو دنيا اديغو دلكايغا جوغا